ثالونيكي الأولى خمسة. وأما الأزمنة والأوقات فمش محتاجين يا إخوة أني أكتب لكم عنها، لأنكم أنتم عارفين ومتأكدين أن يوم الرب زي لسه في الليل بالشكل ده يجي، لأن وقت ما يقولوا سلام وأمان ساعتها يفاجئهم ضياع فجأة زي وجع الولادة للحامل فما يتنقذوش. وأما أنتم يا إخوة فما انتوش في ظلمة عشان يجي عليكم اليوم ده زي لسه، كلكم ولاد نور وولاد نهار، ما احناش من ليل ولا ظلمة، فما نمشي بقى زي الباقيين، لكن خلونا نسهر ونصحى، لأن اللي بيناموا فبالليل بيناموا، واللي بيسكروا فبالليل بيسكروا، وأما احنا اللي من النهار فنبقى نصحى واحنا لابسين درع الإيمان والمحبة وخوذة هي أمل الإنقاذ، لأن الله ما خلناش عشان الغضب، لكن عشان أخذ الإنقاذ من خلال ربنا يسوع المسيح اللي مات عشان خاطرنا، عشان لو سهرنا ولا نمنا نعيش كلنا معاه. عشان كده عزوا بعضكم وابنوا كل واحد التاني زي ما بتعملوا كمان. بعدين نطلب منكم يا إخوة انكم تقدروا اللي بيتعبوا بينكم ويدبروكم في الرب ويحذروكم، وانكم تدوم اعتبارهم كتير قوي في المحبة عشان خاطر العمل بتاعهم. خليكم في سلام ويا بعض. ونطلب منكم يا إخوة حذروا لمن غير ترتيب، شجعوا لنفسهم صغيرة، اسندوا ضعفة، طولوا بالكم على الكل، فتحوا عنيكو ان محدش يجيزي حد عن شر بشر، لكن في كل وقت امشوا على خير كل واحد للتاني وللكل، افرحوا في كل وقت، صلوا من غير ما تبطلوا، اشكروا على كل حاجة لان هي دي ارادة الله في المسيح يسوع من ناحيتكم. ما تطفوش الروح، ما تحتقروش النبوات، امتحنوا كل حاجة، خليكم مسكين كويس، امنعوا نفسكم عن كل اللي يشبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالكامل، وتتحفظ روحكم ونفسكم وجسمكم كاملين من غير لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. امين. هو اللي بيدايكم اللي هيعمل كمان. يا اخوه صلوا عشاننا، سلموا على الاخوه كلهم ببوسه طهره. اطلب منكم جامد من خلال الرب ان نتقري رسالتي على كل الاخوه القديسين. نعمه ربنا يسوع المسيح معاكم. امين.